عم حمزة، عم حمزة، انت ايه اللي جابك؟ ما مكفيكش اللي جرلنا من تحت راسك؟ منك لله يا شيخ، منك لله. انا جاي في خير يا عم حمزة، انا جاي وطالب رحمة في الحلال. انا خلاص طلعت من دمكم، وامي من هنا من بلدكم، حرية بنت تاج الدين فضل الله. عارف انا ملوّل، عارف يا قد العطار. عارف؟ طب وليه رفضت من الاول يا عم حمزه؟ لان انت ما ينفعش تكون موجود وسطينا، انت عليك طرق قديم ما يمحوش الزمن، وانا خفت، خفت بنت تكمل وياك في سكه كلها دم. وهي راحت، منك لله يا شيخ، من يوم ما خشيت علينا ما شفناش منك غير المصايب. يعني ايه راحت؟ وراحت فين يا عم حمزة؟ رحمة راحت فين يا حسنى؟ رحمة عربت يا حسن، خايفة تكون عملت في نفسها حاجة. يا حسن جرب هنا، جرب. حاضر يا خالة. أنا جدة رحمة صاحبة الحواديت، أنا عارفة ومتأكدة إنك حتعرف تلاقيها فين. هلاقيها يا خالة، هلاقيها حتى لو مش ليا. كبرت وتربيت هناك، لا اعرف لي اب ولا ام، ما اعرفش غير الدار والشيخ سلام الله يرحمه. ما عرفتش قيمته وقيمه كلامه غير بعد ما مات. ما بيعرفش قيمه امه الا اللي بيجرب مرت ابوه. على عرف لي أمه ولا مرات أب. ما عمركش رحت مدارس؟ لا، بس كان عندنا مدرسة في الدار، تعلمنا فيها كل حاجة، تعلمنا قراية وكتابة وركوب خيل وضرب نار، تعلمنا طبخ. طبخ كمان؟ هنيالها اللي هتاخد واحد منكم مكتوبة لها الراحة. احنا بنعمل كده عشان احنا ناكل هنا زي بعض، ناوي بعد الجواز الموضوع حاجة تانية. كيف يعني؟ يعني الحرمة حرمة والراجل راجل، انما انت بقى ايه؟ شايفك يعني انت اللي بايدك بايد ابوكي، ما عندكيش اخوات رجاله؟ كان عندي اخت واحده. امال مين اللي خرج مع ابوكي من شويه ده؟ تعالي وادخالي. علي شكله راجل زين. علي اللي خلاك تقولك ده؟ يعني اول ما شفته حسيته كده، وانا نظرتي في الناس قليل لما تخيب. وانا انت ايه؟ نظرتك فيا كيف؟ بلاش. لا قول. اقول وبعدين نرجع نتعارك تاني وترفع عليا السلاح؟ لا اديتك الامان. شايفك راجل، قصدي يعني عايزه تعملي نفسك راجل. لا انت مادام رفعتيلي حواجبك وعملتيلي كده، روح اتمم مع الرجاله وشوف الدنيا ماشيه تمام ولا لا. بالاذن. ممكن اعرف يا يوسف بيه انا بعمل ايه هنا؟ انا قلت لك على كل حاجه في المستشفى. لسه ما قلتش. كنت بتبعت تحركاتهم لمين؟ انت كنت الاول شاهد، دلوقتي انت متهم. الموبايل ده مش بتاعي. انت ليه مش عايز تصدقني؟ ولا الخط اللي في الموبايل باسمك، هتيجي دغري بدل ما هزقك. مش هتتكلم. اكتب يا ابني عندك. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك. هانت يا حبيبتي كلها كام ساعة وتولدي بالسلامة. يا ربي يا أم يا رب. يا ربي يا حبيبتي. عارفة يا عايشة، بصي واني حامل زمان فيكي كان كل اللي يشوفني يقول دوات، بس أنا قلت لا دي بيت. قلبي كان حاسس بيكي يا عايشة، قلبي جاب لعناية يا عايشة شافوكي. ده انت ضنايا يا حبيبتي، ما يكونش في بالك.
أنا عارفة إن الكلام ده مش هيحوج معاكي دلوقتي ولا هتفكري فيه زين، لكن صدقيني يا ضنايا أول ما تشوفي ضناكي كده قدامك وتحضنيه وتلزقي في لحمك كده وعينك توجع في عينيه هتوجعي في غرامه على طول. اوعي تصدقي يا عيشة غير إني حبيتك ولسه بحبك يا بنت، إن شاء الله هتقومي بالسلامة. كل الكلام اللي بتقوليه ده ما ركبش مع اللي عملتيه معايا، لكن أنا مصدقاك يا أم، بس خايفة. خايفة من إيه بس يا عيشة؟ يا رب استرها علينا، ده الولادة سهل، دي أسهل من شكة الدبوس. قلتي إيه بقى؟ بقول لك يا أم إن جرالي حاجة ما تزعليش مني وسامحيني. ما تقوليش كده يا بنت، إن شاء الله أني وإنتي لأ. الله الله، الحنيه اللي ظهرت عليكم مره واحده دي، مالكم قلبتوا على افلام ابيض واسود كده ليه؟ ماشي يا معدله، لمتي حاجه الواد ولا لسه؟ لمتها ياما، ويلا عاد العربيه مستنياكم تحت مع الدكتور باسم. طيب يا ملسانين سلامتك يا اختي. يا لهوي، يلا يا دنايا يلا، اسم الله عليك يا حبيبتي ينتعك بالسلامه. استني ياما هجيب التليفون عشان نصور ولاد اول ما يتولد. تليفون ايه وزفت انت رخه؟ اختك خلاص. انت هتخوفني ليه يا دكتور عاد؟ جايب لي اسعاف كمان. ما تقلقيش، بسيطه، اركب انت قدامي يا حاجه انا هركب معاك. بس اركبها يا اخويا لو. يلا يا يلا حبيبتي يلا، بالراحه عليها دكتور، بالراحه عليها. اسم الله يا اختي اسم الله، يا رب انتهى بالسلامه يا رب. خدني جنبك يا اخي. انت سمير ازيك؟ يا سلمى عامله ايه؟ ايه ده يا ابني مالك؟ هو انا ما اشوفكش غير كل فين وفين، ولما اشوفك يبقى وشك مقلوب كده؟ مفيش، بس يا سلمى كام حوار كده سحلين دماغي. ماشي يا عم، عامه انا خطوبتي قربت، لو ما جيتش هزعل منك. مش تامر؟ تامر مين؟ نبيل. الف مبروك. انا عايز اعرف انت تعرفي عن نبيل بالظبط. اهلا 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 اهلا، ازيكم؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. انت اسمك ايه؟ بديع. بديع، اهلا بيك يا بديع. سلام عليكم يا رجاله. ما شاء الله ما شاء الله. سليم بيه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. خلاص يا شباب روح حطوا على البوابة. أنا كنت خارج أستقبل حضرتك بره. والله نورت. أمال الحسن فين؟ حسن جاي في الطريق، بس أنا مكانه. أنت؟ أنت مين بقى؟ عزيز معلش حضرتك ما بتجيش الدار فما تعرفش حاجة عن ولادها يعني. أديني جيت يا عزيز. منور. قول لي أمال حازم بيه فين؟ حازم بره بيتدرب على المية. تحب اوصلك ليه؟ لا 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 خليك انت، انا هروح له لوحدي، عايز اعملها له مفاجاه. اتفضل. راحت يا عم حمزة، راحت وما استنتنيش. يا لهوي يا رحمة، يا رحمة يا رحمة يا رحمة، رحت قبل أولك يا رحمة. رحت قبل أولك يا رحمة. عازم، عم سليم عامل ايه؟ ازيك يا حازم؟ الحمد لله، وحشتني قوي.
ربنا يخليك يا حبيبي. ايه اخبارك ايه دلوقتي في النشان؟ نشان؟ انت قديم قوي يا عم، اسمه رمايه يا سيدي. نشان رمايه، المهم يصيب. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ تعالى دلوقتي نجرب ونشوف مين اللي هيكسب، الرمايه ولا النشان؟ ماشي يلا بينا. اجهز. انا جاهز. جاهز؟ طول عمري جاهز. ابدا. ابدا. ها شفت بقى ان النشان كسب الرمايه؟ على فكره كلها يومين بس وهكسبك. ومال ساعتها يا حبيبي، انا هبقى فرحان اكتر منك. وبعد ما طلقني ما شفتش وشه غير لما ورتيني صورته قبل الفرح. انا حاسه ان انت بتتكلمي على حد تاني. هو فعلا حد تاني وباسم تاني، بس اللي جواه وسخ زي ما هو. طب مش ممكن يكون بيتهيألك يا نادية؟ ده هددني هنا في القصر. بس سلمى انت لازم تصدقيني، عشان انا مش هقدر اعمل اي حاجه معاه غير لما تكوني موافقه. انا اعرفه اكتر منك، ده ممكن يخلص علينا احنا الاتنين لو ما خدش اللي هو عاوزه. تعرفي تثبتي لي كلامك ده؟ اثبت لك. نورت الدار يا عم سليم. اهلا يا حسن. ايه يا ابو علي؟ انت ما خدتش خبر ان انا جاي ولا ايه؟ معلش معلش، انا مش بسالك انت كنت فين، رغم ان انت عارف ان انا جاي، بس انا عايز افكرك ان حجم المسؤوليه اللي علينا دلوقتي مش عايزه غلط من النوع ده. انا مش هتناقش يا عم سليم طول ما انا غلطان. انا مش بلومك يا حسن، انا بس زي ما قلت لك بفكرك بحجم المسؤوليه اللي احنا شايلينها. وانا قد المسؤوليه يا عم سليم، بس انا كان عندي شويه ظروف كده وراحت خلاص. انت شبه ياض يا حسن، وعبد راجل شال مسؤولية من صغره وكان قدها، وادي يستاهل يشيل اسم العطار بصحيح. الرجالة اللي انت بعتهم على الكفر عرفوني انت ماشي الدار هنا ازاي. خلي بالك يا ابو علي، الرجالة دي مهمة قوي، هنحتاجهم في الفترة اللي جاية. عينينا يا عم سليم، كل الرجالة زين العطار موجودين وتحت امرك في اي وقت. قول لي صحيح، سميح لسه هربان؟ لسه، بس انا بعت رجاله كتير قوي دوروا عليه في كل الحتت اللي حوالينا ومستنيين يجيبوه. طب انا عاوزك تديهم امر، اللي يشوفه يقتلوا. يقتلوا؟ بس كده احنا بره عهد الدار يا عم سليم. عهد الدار ده جوه الدار، لكن هو بره الدار دلوقتي. ده غير انه خان عيلة العطار بدل المرة اتنين، وعيلة العطار ملهاش عهد مع خاين. حاضر. ده اول الكلام بس يا ابو علي، خلينا بقى نقعد على رواقه كده عشان اقولك الكلام اللي انا جاي لك عشانه. خير انا الدوش، قلتلي ان في مصلحة، بصراحة كده عرفت تجيب رجلي. انت عارفاني اعشق المصالح زي عينيا. هتجيبه منين يا توتي يا حبيبي؟ طول عمرك بتاع مصلحتك. هو انا بلاش زفت تامر دي تاني، بتفكرني بايام ما بحبش افتكرها. اه طبعا، وتفتكرها ليه؟ شقة فيصل 60 متر
والسجاير الفرد. يلا الله الله، انت جاي تعايريني ولا يا بنت الرايق؟ لا تعايريني ولا عايرك، بلاش نفتح في القديم عشان انت اللي هتخسري. ولا اخسر ولا اكسب، هما كلمتين ونفضها سير. تاخد كام وتبعد عن سكتي؟ سكتك انا مالي ومال سكتك؟ انا جيت جنبك هو ايه؟ رمي بلا وخلاص؟ يا تمر انا فاهمك كويس. تاخد كام وتبعد عن سلمى؟ مال اروم 200,000 جنيه. يعني انت بسم الله ما شاء الله تحتكمي على 200,000 جنيه؟ الاخر كده انا مش هلاقي زي سلمى تاني بصراحه. كده انا حبيتها. ماشي، ده اخر كلام؟ ده قبل الاخير. الاخير بقى ان سلمى واخده عنك فكره وحشه قوي، شايفه ان انت عينك مني. يعني نصيحه مني ليكي كده، تبعدي عن طريقي خالص وتنسي اي حاجه تفكرك بيا، عشان انا لو اتغشمت انت اللي هتدفعي الثمن، والثمن ده زي ما كلنا عارفين عايزاه عن ناس كتير قوي، واولهم زين ابنك. ما يكبر كده بسم الله ما شاء الله ويتفرج على امه على اليوتيوب وهي واطي. الله يسامحك. ما تحركيش نادي من العربية مهما حصل. مش هوصيك يا يحيى، أصله غالي عليا أوي. ما تقلقيش يا مرات اخويا. قبل ما تركب العربية عندك فرصة أخيرة تلحق نفسك من نص البلا على الأقل، وتقولي مين اللي وزك على أختي. صدقني هتندم لو ما جاوبتنيش. سيبك أنت بقى من الجواب ده وخلينا في السؤال. طبعا أنا وأنت عارفين إن أنت مش جاي لأختك. ترى بقى جاي عشان مرات أخوك نادية الرايق؟ يبقى انت اخترت الزعل يا بلبل. يا عم انت اوعى يا عم اوعى.